بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المتابعون، أيها الحفل الكريم، من يتابع، من يراقب، من يشاهد هذه الانطلاقات الصباحية في أشواطنا العامة في صباح هذا اليوم. هذا هو شوط ما قبل الختام، الشوط الثالث عشر اللي انطلق بهذه الأسماء المميزة والكبيرة، شوط الحيل، وهذه اللي تحتل المركز الأول وتنطلق في صدارة الشوط، اللي تحتل المركز الأول الشحانية على المركز الأول، وملكية الشحانية لمحمد بن ناصر بن محمد بن طريبين المري. هذا هو شعاره على المركز الأول ينطلق، والعنود تحتل المركز الثاني وتنطلق فيه عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي. هذا هو مالك اليرموك اللي قدم اليرموك في الشوط ما قبل الماضي وعلقت عليها وفازت في الشوط. تهانينا والناموس لكل الفائزين. هذه العنود تقدم في هذا الشوط المركز الثالث رقم 9. الضبية على المركز الثالث، محمد بن عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي. المركز الرابع رقم 10 ظن تركي بن مبلش بن سفر البقمي، احد ضيوفنا من المملكه العربيه السعوديه ومن ميدان الطائف قادم للمشاركه في هذا السباق. مشرفه تحتل المركز الخامس، عليها رقم 11، ملكيتها لعبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز بن شنان المري. ايها الاخوه المتابعون، هذه الاسماء، هذه الاسماء على حضراتكم، ونحن عبرنا من امام لوحه 2، يعني راح كيلو وين وتبقى عندنا 4 كيلومترات. طبعا مسافتنا اليوم 6 كيلومترات، وهذا السباق الخاص في الكبار وتحدي الكبار وتألقها. عوده الى مجريات الشوط، الى من تحتل المركز الاول. هذا هو الشعار خبير المضمرين، وهذا الشعار محمد بن ناصر بن محمد آل بريد المري، وهذه الشحانية صاحبة الإنجازات الحافلة، صاحبة التاريخ المشرف. هذه المشاركة الثانية لها في هذا الموسم، شاركت معنا في السباق المحلي الثاني وفازت معنا وحققت ناموس أهدته لمحبي وعشاق هذا الشعار، شعار خبير المضمرين. تنطلق اليوم باحثة عن تحقيق هدف آخر وناموس آخر، بالإضافة إلى التاريخ المشرف اللي حملت في مسيرتها الرياضية. حملت ناموس في السباقات الماضية، في العام الماضي وقبل الماضي، تاريخها مشرف يا إخواني. هذه الشحانية تنطلق في ميدان الشحانية وفي أرضها وبين جمهورها وأحبائها وعشاقها. المركز الثاني، العنود تحتل المركز الثاني، أحد الأسماء القوية، أحد الأسماء المرشحة، أحد الشعارات الغنية عن التعريف، من يمثل أبناء الشحانية دائما في المحافل الخارجية. تنطلق العنود، ينطلق شعار الخليفي على المركز الثاني، ينطلق في هذا الصباح، يستعد الإخوان المشاركين في هذا السباق، يستعدون ويبدأون بإعداد العدة لهذا الموسم، موسم 2015. المركز الثالث ظن، على المركز الثالث ظن لتركي بن مبلش بن سفر البقمي. على المركز الثالث تنطلق في المركز الثالث، المركز الرابع ظن آخر على المركز الرابع، هذه ظن لمحمد بن راشد بن خالد آل جبر النعيمي. المركز الخامس وهاجة تصل، ومحمد بن جابر بن جار الله آل نابت المري. ختمنا النداء أخوان المتابعين، يا لهذه الحيل يا أحمد السادة، هذه الحيل وهذه الكوكبة تتابعونها وتتابعها، هذه كلها لها رصيدها مليء بالإنجازات، مليء بالإنجازات، مليء بالإنجازات. الرموز، السيارات، معارض تسير في هذا الشوط، معارض تسير وتنطلق. يا سلام، سجلات حافلة تشارك اليوم.
الهجوم. يا سلام بن طريبيل على المركز الاول، خبير المضمرين ينطلق بالمركز الاول. الشحانية احد الاسماء المرشحة، احد الاسماء القوية والخطيرة وصاحبة التاريخ المشرف، تنطلق بالمركز الاول. شعار بن طريبيل محمد بن ناصر بن محمد آل بريد المري مع المركز الاول، منطلقة شوفوها على الكادر الفوقاني لوحدها في صدارة الشوط. يا سلام لقطة ولا اروع من المخرجين المميزين احمد السادة ومحمد فيضي. يا سلام هذه الشحانية عليها الرقم واحد، عليها الرقم الصعب، الرقم الصعب يا بن طريبيل، الرقم الصعب. نتمنى التوفيق لها ولجميع المشاركين. المركز الثاني اسم لا يستهان فيه، ركز على العنود، ركز على العنود. عبرنا من امام لوحة اثنين، راحت لوحة اثنين، التهمتها هذه الحيل، هذه الحيل. يا سلام العنود على المركز الثاني. عبد الله بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي يقودها الشاب المميز حمد بن مبارك بن ناصر الشهواني، احد العمالقه في مجال التضمير، احد العمالقه، احد الاسماء اللي خاضت، احد الوجوه الشابه اللي ترافقت هذه الاسماء من خلال المسيره الذهبيه والمسيره الرئيسيه مع هذه الاسماء العنود واليرموك، واسماء كبيره رافقت هذا الشعار. هذا هو الشهواني يرافق العنود في هذا الشوط. المركز الثالث الجزيرة تصل في أول نداء لها. الجزيرة يا بن جرحب، الجزيرة تصل في هذه اللحظة، تنطلق محمد بن بطي بن محمد الحسن المري، أيضا سجلها حافل مليء بالإنجازات. ديروا بالكم عليها، دير بالك يا بن طريبي ودير بالك يا الشهواني. المركز الرابع وهاجة محمد بن جار الله او محمد بن جابر بن جار الله النابت المري. والمركز الخامس احد ضيوفنا من السعودية، احد ضيوفنا من المملكة العربية السعودية مع ظن وملكية لتركيب مبلش بن سفر البقومي. لوحة الكيلو متر الاخير، استعدوا للاقلاع، سنستعد من هذه اللوحة للاقلاع يا بن طريبيل، للاقلاع. جابر محمد بن جابر بن جار الله النابت المري قادم مع المركز الثاني مع وهاجة. المركز الثالث شعار الحسنة مع الجزيرة على المركز الثالث، والعنود على المركز الرابع عبد الله بن محمد الخليفي. ولكن خلونا مع العنود، خلونا مع صاحبة السجلات الحافلة، صاحبة التاريخ المشرف، صاح أكثر من 10 مرات تفوز هذه في الأشواط الأولى، دائما 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 دائما. شعار خبير المضمرين، خبير المضمرين، الشحانية مع المركز الأول. جمهورك يا الشحانية، جمهور الشحانية صاحبة السجلات الحافلة هذه الشحانية. محمد بن ناصر بن محمد آل بريد المري عصاها بالأبطال، ثقة الكبار تقود هذا الاسم إلى خط النهاية. وهذه الشحانية، وهذه الشحانية صاحبة الإنجازات، التاريخ المشرف، والجزيرة بالمركز الثاني. لكن البقاء دائما مع المركز الأول، مع الشحانية. هذه الشحانية تصل بسجلاتها الحافلة بكل ثقة، تكرر الإنجاز للمرة الثانية في هذا الموسم، وهذه المشاركة الثانية لها في هذا الموسم. تفوز الشحانية مع محمد بن ناصر بن محمد آل بريد المري، خبير المضمرين، خبير المضمرين. تهانينا، تهانينا للطريبيل على هذا الفوز، تهنئة لخبير المضمرين على فوز الشحانية بالمركز الأول. تهانينا والناموس لمحمد بن ناصر بن محمد آل بريد المري. المركز الثاني الجزيرة فازت بالمركز الثاني، محمد بن بطي بن محمد آل حسن المري المركز الثالث، وصل الظن محمد بن راشد بن خالد آل جبر النعيمي المركز الرابع، ظن تركي بن مبلش بن سفر البقومي المركز الخامس، العنود عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي. تهانينا والناموس لمالك الشحانية محمد بن ناصر بن محمد آل بريد المري، عليها الرقم واحد وفازت بالمركز الأول، احتلت ناموس هذا الشوط. تهانينا لمحمد بن ناصر بن محمد آل بريد المري، خبير المضمرين كما أطلق عليه
على فوز الشحانية وتحقيقها الناموس عليها الرقم واحد، وفازت بالمركز الأول وحققت ناموسا آخر في هذا الموسم يضاف إلى الإنجاز الماضي في السباق المحلي الثاني. 10 دقائق وثانية، 28 جزء من الثانية، توقيتا سجل مع الشحانية محمد بن ناصر بن محمد آل بريد المري تهانينا والناموس الجزيرة وصلت للمركز الثاني. محمد بن بطي بن محمد آل حسن المري أيضا ما قصرت، 10 دقائق ثانيتين، 84 جزء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثالث وصلت فيه ظن محمد بن راشد بن خالد آل جبر النعيمي. التوقيت الزمني 96 جزء من الثانية، 4 ثواني 10 دقائق. شكرا أحمد السادة.